تعالوا دلوقتي نطلع نشوف تقرير عن إمام عاشور جوكر الزمالك الجديد، ونرجع تاني نكمل أخبارنا. المهندس، الأسطى، المدفعجي، الموهوب، هو إمام عاشور أحد أهم الوجوه الجديدة في تشكيلة منتخب مصر التي تستعد لملاقات أنغولا ثم الجابون في تصفيات كأس العالم. اختيار منطقي حاز عليه لاعبنا من جانب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب. اختيار جاء في وقت بات معه اللاعب من أفضل لاعب الوسط في الدوري المصري وعنصر أساسي في تشكيلة الزمالك. إمام لاعب كرة قدم موهوب، لمع في الماضي مع غزل المحلة وحرس الحدود قبل أن تنفجر موهبته في الزمالك بعد انتقاله له في عام 2019، وحقق خلال موسمين فقط الكثير من الألقاب، مثل الفوز بالدوري الممتاز 2021 والفوز بكأس مصر 2019 والفوز بكأس السوبر المصري 2020 والفوز بكأس السوبر الإفريقي 2020. وخلال تلك الرحلة لمع إمام في أكثر من مركز، لعب صانعا للألعاب وتألق وكذلك جناحا ولمع، قبل أن يكتشفه باتريس كارتيرون في مركز لاعب الوسط المدافع، وبات أفضل لاعب المركز رقم 8 في الملعب، يجيد تسجيل الأهداف من تسديدات صاروخية، صاحب قدم يمنى ويسرى ساحرتين، تمريراته حاسمة وتصويباته متقنة وحلوله الفردية حاضرة، وساهم في فوز منتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2021. واليوم يبدأ إمام عاشور في عامه 23 مشواره الدولي الحقيقي برفقة المنتخب الأول، وكل التوفيق لنجمنا في رحلته الدولية مع منتخبنا الوطني.